نوار. هاي لؤي، احكي لنا على اشهر فيديو بقناتك. يا هو هاي نورس، تصور شنو اشهر فيديو على قناتك؟ قولي لنا شنو اشهر فيديو على قناتك؟ شنو اشهر فيديو على قناتك؟ جسمك انت. واخيرا اجى هذا اليوم اللي اتصمم مكان راح يجمعنا كلنا. جاهزين؟ يوتيوب سبيس دبي. تا هسه احنا بالبريس كونفرنس راح تبلش. ابلودينج اسمه. واو، منو هذول؟ والله لقيتهم خطيه، قلت خل اصورهم. اول مره يشوفوا الكاميرا خطيه. اللي راويكم اليوتيوب سبيس، هذا استوديو صغير هنا، هو كبير بس هو صغير. ومكاني المفضل اولا. واو، فود تراكس وحركات ومرجوحه وبعبع شاحنه كامله، بس عمود القهوه والاكل. ما تتخيلون شنو الاحساس. بلشنا كله احنا بالغرف، بالحمامات، بالشوارع، زين. وهسه عندنا مكان نقدر نجتمع فيه، نقدر ناجر اجهزه ببلاش، نقدر نجي نصور وكل صناع المحتوى نسوي اي شيء نريد، اي شيء ببالنا. اكو مخرجين، اكو مصورين، اكو اضاءه، اكو فريق مال صوت واديتنج، كله على مودنا، زين. هسه راح اراويكم الاجهزه. شوفوا هاي التك كيج اللي هي كل الاجهزه البروفيشنال اللي تقدرون تاجروها. هاي منو هاي نورة؟ اي انا قلت لها، بس هي الايلاش مالتها ما كان ضابط، فجبت لها ماركة ثانية، قلت لي لا خلاص ما اريد، خليني على رموشي الطبيعية. انا بالقوة تخرجت، بالقوة يعني بالدفرات، يعني اصلا بالنهاية قالوا لي هاج هاي الشهادة واحنا ما لنا علاقة. انا قياسي اكسترا لارج، بس احيانا البس لارج بس على مود احس انه لازم شوية شنو اضاعف، بس هي هاي هيك صارت الدنيا. رجعت لهم شويه بالقصة لي ورا انه انولدت بالعراق وعمري سنتين طلعت لعمان، وراها بسنه رحت تونس، وراها بسبع سنين رحت لبلجيكا، وراها 12 سنه وصلت لدبي. فكنت بعيد عن وطني وعن بلدي اللي هو العراق. ومن بلشت على اليوتيوب، هي القصة كانت انه بنية ببغداد كانت مريضة وحالتها ما كانت تسمح لها نشوف دبي، وحلمها كانت تشوف دبي. فشرحت لهم انه هاي كانت اول علاقة ما بيني وبين الشباب العراقيين اللي بعمري والجيل مالتي. فبالنسبة لي يوتيوب هي النقطة اللي ربطتني ويا وطني ورجعتني الى جذوري، وتعلمت انه الاجيال اللي موجودة هناك شنو محتاجة وشنو عندها وشنو اللي يفرحها وشنو اللي يحزنها. فلهذا انا مستمر بهاي القناة، ولهذا يعني هذا سر من الاسرار اللي يخليني اندفع دائما بهاي القناة، بوجودكم طبعا. قولي لنا شنو اشهر فيديو على قناتك؟ دي اي واي، يعني اعملها بنفسك، خلطة على البشرة. اكو منتج كوري يدعي على اساس انه هو يصغر المسام وما اعرف شنو. فقريت هو ما متوفر بعض البلدان، فقريت المكونات مال هذا المنتج وحاولت اسويه بالبيت، يعني رحت اشتريت المواد وكذا وسويته بخلطه، والناس حبت الخلطه ومشت واشتهر، والناس سوت له شير على الفيسبوك كل شيء. واو، كم فيوز وصل هذا الفيديو؟ اعتقد 4 ملايين ونص. 4 ملايين، شلون واحد يقدر يسوي فيديو يوصل 4 ملايين؟ هل اكو شيء يعني سري عرفتي من قبل؟ اذا واحد يريد فيديوهاته توصل 4 ملايين و10 ملايين واكثر، اعتقد لازم يكون حقيقي. يعني يسوي شيء حقيقي وملموس بنتائج فعاله، ويبين يعني المشاهد يحس لما انت فعلا قلبك عليهم. يعني هل تتصورين اكو شويه حظ؟ الحظ ممكن يلعب دور، بس المحتوى الحظ ما يدوم، يعني اللي يطش بالحظ مثل النار. اللي يطش بالحظ ينطق بالدهن. قويه قويه قويه. الو، وان كوفي بليز. شعدك قاعد بيوتيوب سبيس ما عندك بيت، شعدك قاعد بيوتيوب سبيس ما عندك بيت. ومها طبعا من المبدعين اللي دائما يعجبني اطلع. احنا طبعا بدينا نصور لان شفنا الاضاءه حلوه، ما عندنا اي موضوع. ايه احنا ما نعرف شو نقول، بس طبعا تعرفون فوائد المي. هاي صفا، شنو اشهر فيديو على قناتك؟ فيديو السكين كير عيناي بالبشره. اي كم مشاهده حصل؟ فوق المليون ونص، مليون و700. ليش تصورين حصل هالقد مشاهدات؟ لانه كثير ناس بيهتموا بالبشره وهيك، فاكيد صغير. اكو خلطه سحريه عمود الناس اللي يتفرجون يقدرون يوصلون مليون مشاهده؟
just be yourself. ما بعرف هاي نصيحة. Be yourself بالعربي شنو يعني؟ كون نفسك. واو عجبتني. شكرا. Thank you. وانا انتقل للفقرة الثانية ببرنامجنا. قررت انه احط لكم مزيد من المحتوى متعلق بالزرع، شلون الزرعة ممكن تعيش، شلون ممكن واحد يحافظ عنها، شلون يمنعها انه تموت، شلون يزقيها. اللي مو عراقي يزقيها هاي الحركة مال الزقي او الزقو او اي هيك، لازم بحنية اوكي بدون قصبة، ما يحتاج قصبة ولا ثلج اوكي. وتخلي بعدين تجيبون، احنا ما عندنا بس مفروض تجيبون سشوار شويه تنشفوها عشان شنو ما تستبرد، لان بالامارات واي اي سي يحطون. بس تغطيها شويه. نغطيها مو التغطيه على ام بي سي مو قوي. لا يلوق لي لولا. اي حلو مهل برده. ايه هسه وين بس كارولينا. يلا كافي. لا بابا عند شغل وايميلات واجتماعات. اوكي بس 5 دقائق. نحن نعتذر الى لؤي. الله هلا بريحه هلي حبي لولي. فكرت تشترك بعرب قد تالنت؟ لا 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 خاف يعني ما يتحملوا يعني. ما رد تكسر على الباطن اكيد، وصوتي من قد ما طبقت عاية الباتري مال المايك يخلص بسرعه. قلت لهم اريد مايك ابو الواير، قالوا لي اخاف المقدمه توقع. قلت لهم يا توقع بيجيب مشاهدات اكثر الحلقه، قالوا لا احنا ما نشتغل بهالطريقه. لا هم الخسرانين أكيد. احنا ما نريد نظلم احد، بس هي قرارات تؤدي الى يعني اشياء ايجابيه او سلبيه يعني. اكيد والله يوفق الكل يعني. ما شاء الله عليك. اوكي خلصنا الفقره مال الصحافه، حكينا وين هواي التلفزيونات، وهسه رايح اسوي ادت على السريع، اجيب لابتوب مالتي هنا اشتغل. الساعه ب6 اكو حفله كلش كبيره، كل الناس اللي لهم علاقه بيوتيوب راح يجون ويتفرجون ويتونس. التشكيله العالميه اليوم شلون طالعين مباراه. واو ثانك يو. شوف الثانك يو، شفت الثانك يو شلون طلعت؟ قد راقيه؟ رقه. هاي منو؟ ممكن تشيل القناع حتى نتعرف عليك؟ وينه؟ هاي انت. قل لي شنو اشهر فيديو على قناتك؟ مجموعة سكتشات ما شيء. اوكي. فوق 40 مليون ما شاء الله. 40 مليون واو. وشو ليش هذا الفيديو تميز عن الباقي؟ والله من خبرة الجمهور يحب سكتش، يحب سكتشات. اوكي. السكتشات اللي ما يعرفها فيديوهات قصيرة وكوميدي. عندك نصيحة تنصح الناس اللي يريدون يسوون فيديو يوصل 40 مليون؟ 40 اكو خلطة سحرية؟ ما في خلطة سحرية، الحظ يلعب دور. طبعا الحفلة جوا هسه بلشت وكلهم منتظرين انه نجتمع، بس عندي ادت كلش مهم لازم اخلصها. حياة يوتيوبر بعد تعرفون. هلا. هاي. هلا بممثلة مالتي الهندية المفضلة. For everybody but especially for us to be. وين ما نروح ورانا؟ نار. هاي لؤي. احكي لنا على اشهر فيديو بقناتك، يا هو الفرق بين العروس والمتزوجة، وكان فيديو مضحك كوميدي. واو yes. كم فيوز حصل؟ بظن اكثر من 10 مليون. واو هيك شيء او 10 اي هيك شيء يعني. طيب اكو خلطه سريه انه وصلتي 10 مليون هذا؟ كان مضحك وبجنن وفكره مميزه فنجحوا كسر. واو. وهل شنو نصيحتك للناس اللي بدهم يوصلون 10 مليون مشاهده؟ فكره مميزه، خطط لها واكتبها وبعدين صورها ونشرها وحط روحك فيها، اعملها من قلبك عن جد، حط روحك وما اعملها من قلبك هتنجح. وتتصورين انه اكو شويه حظ بالموضوع؟ ما بعرف يمكن. ثانك يو. ثانك يو. لا عيدي شلون كنتي؟ شلون جيتي؟ سلمتي علي؟ اوف الجمهور ما متعود على هاي المينا الرقيقه. شنو؟ متغيره. عفوا خشم ما ينفع. يا هو اشهر فيديو بقناتك؟ فيديو اسمه Where are you from؟ من أين أنت؟ أوكي شنو بهذا الفيديو؟ هذا الفيديو أحكي فيه عن حياتي وعن أمي وأبويا وأني من وين وليش بديت على اليوتيوب. زين كم فيو حصل؟ 1.5 مليون فيو. واو. هل تتصورين أكو خلطة سرية إلى على مود هذا الفيديو وصل 1.5؟ شوفوا يعني شنو أكثر من إنه لؤي هو اللي مصورني بالفيديو. الفيديو اللي أنا مصوره إليك؟ واو. اوكي هل اكو نصيحه تقدرين تعطيها للناس عمود يوصلون مليون مشاهده او 20 مليون مشاهده؟ اي صوركم لا. لازم الحكي كله يكون طالع من قلبكم.
عفوي 100% وتكون رسالة أنتوا مؤمنين بها وتريدون توصلوها. واو أتصور نقدر ننهي الفلوق. لا شفت عن كمية اليوتيوبرز النهاء اللي شوف الكاميرات المعلقة. يوتيوبرز كلهم يوتيوبرز كلهم 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 كلهم. هلا شو بتنسوي الفيديو؟ وين are we doing the video؟ شنو فكرة الفيديو؟ فكرتي بقناتي. حتى متفقين من البداية ما يصير زعل. اوكي من اول هو يكلمني يقول لي يعني ماني فاضية مشغول. لا بالعكس العكس هي تقول لي انا قلها انا ماني فاضي مشغول. هواية صيحتي هواية صيحتي. هلا يا مراد. مشتاق لسوالفنا الحلوة. مشتاق نقعد نشرب قهوة. شو اسمك انتي؟ زينب العقابي. قريبا وفهد سال نرجع ونقول المبدع المتألق فهد عدي لك سؤال شنو أشهر فيديو على قناتك؟ مقطعي مع أسيل عمران. مع أسيل عمران شو كان هذا الفيديو؟ كان أسئلة الجمهور يبغى يسألها أسيل عمران. أوكي كم فيو وصل؟ 5 مليون مشاهدة. واو هل أكو خلطة 5 و4 مليون مشاهدة. هل أكو خلطة سرية توصل الناس إلى عشرات الملايين فيوز؟ إذا عرفت إيش اللي هو ترندينج في المنطقة هو اللي ممكن يجيب لك المشاهدات. تتصور؟ أكو شيء ثاني؟ فكر. ابدأ جيب فكرة جديدة كذا ما حد عمله. بعد شيء ثالث؟ حظ. اكو شوي حظ لو لا حظ. اوكي شويه 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 تعرفكم واحد في جوجل يعني. يلا حلو انا بس خلص دراسه. يلا اوكي 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 يعني بعد 20 سنه ما عيش الطوني يفتح يا سمسم يعني هديه. غرفة واحد يطلب أكل تلقون ساندرا على أكل طبعاً. طلبتي هوت دوز وبيبسي وفرايز. Can I have the same please? Okay thank you. Thank you. عمر الورد عندي لك سؤال شنو أشهر فيديو على قناتك؟ فيديو اسمه أنا أم. أوكي شنو كانت فكرتك؟ ابني ياهل من 7 شهور ربينا اليوم كامل. اوكي وكم مشاهدة حصل؟ 3.6 مليون. 3.6 مليون مشاهدة. هل اكو خلطة سرية تقدر تخلي الناس يوصلون 3.6 مليون مشاهدة؟ صراحة شوف انا احس ان دام انت راضي على الفيديو هاي هو بالنسبة لك مليار مشاهدة. وثاني نقطة مثلا ممكن تساعد المشاهدين انه يفهمون شلون احنا نصنع محتوى يوصل فيوز. يناسب جميع الاعمار. اتوقع هاي الفيديو يطلعونه وايد صغار حتى الامهات حتى الشباب لان انترستين حق كل الاعمار. تتصور اكو شوية حظ بالموضوع؟ شلون؟ تتصور اكو حظ بالموضوع؟ بصراحة انا اعتقد المفروض يشوفونه اكثر. مو حظ. هذا مبدع هذا مبدع. بس راح تقولوا لي لو اي سالت الكل على اشهر فيديو وما حكيت عن فيديو مالتك. الفيديو مالتي هو الفيديو مال عرس اسامه وملاك اللي وصل 9 مليون فيوز. اتصور هذا الفيديو اشتهر لان يمثل عن اجواء عائليه جميله. هاي لو هلا ثانك يو. اتصور هذا الفيديو اشتهر لان يمثل عن اجواء عائليه كلنا نتمناها يوم الايام للكل. هل اكو خلطه سريه للفيديو انه ينجح ويصير فايرل؟ عمري ما خططت كل فيديوهاتي انه واحد من عندهم يشتري اكثر من الثاني. وليش سالت هوايه صناع محتوى انه هل اكو حظ بالموضوع؟ الجواب هو دائما نعم. الحظ انك تنزل هذا الفيديو بوقت معين بمحتوى معين شفت بمكان معين هذا كله حظ. لان انا عندي 500 فيديو على هاي القناه وواحد بس منهم وصل 9 مليون فشنو معناتها؟ هل انا سويت 499 فيديو بدون ما احط روحي بيها بدون ما احط حب بدون ما احط افكار حلوه؟ لا الحظ دائما يلعب دور. فلا تتصورون انه سهل نعرف واحد شلون يوصل الى مشاهدات عديده. فاذا كنتم منتظرين خلطه سريه جدا اسف. Give me a sign.
صار لي هواي مناهل فلوق وي ساندرا ليش دا صيح ما ادري اقدر بس اطفي الموسيقى واحكي اوكي شنو نقول انه صار له هواي ما شايف فحبينا بس نقول لكم شكرا على المتابعه وان شاء الله فادتكم المعلومات اليوم اللي حكينا بيها وان شاء الله فرحتوا شفتوا اليوتيوبرز مالتكم المتالقين دائما حاضرين من انتم تكونون حزنانين وهم يجيبون شنو البسمه على وجهكم فترقبوا بلوجات جايه كثيره باليوتيوب نعم. سبيس مع هوايه من مشاهير نعم. اليوتيوب نحبكم متعليكم هذا الفلوق راح ينتهي هسه